أسرار كتير كانت نجاة بتتجاهل الرد عليها، أخطرها قصة منعها من الغناء ببلاغ من الموسيقار محمد عبد الوهاب للشرطة المصرية، وإجبار أسرتها لها على شرب الخل علشان تفضل رفيعة وصغيرة، وتدخلها لوقف انطلاقة أختها سندريلا سعاد حسني بعالم الغناء. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ولو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. نجاة محمد محمود البابا اتولدت في 11/8/1938 لأب سوري وأم مصرية. بيتردد دايما إن اسمها نجاة الصغيرة نظرا لجسمها الصغير، ولكن الكلام ده غير صحيح، لأن اسمها انتشر أول مرة على أفيش فيلم هدية سنة 1947، وقررت الشركة في الوقت ده منحها اسم مختلف علشان تفرق بينها وبين مطربة كبيرة في الوقت ده كان اسمها نجاة علي. بيتقال دايما إن الموسيقار محمد عبد الوهاب هو أول من اكتشف نجاة وتبناها ماديا علشان ما يتابعش والدها في الغنى على القهاوي يوميا بحثا عن المال، ولكن الحقيقة إن نجاة انتشرت كمطربة في أول حفلة قدمتها وهي عندها 6 سنين في حفل بوزارة المعارف، وبعدها تقدم عبد الوهاب ببلاغ رسمي لاسم الأزبكية لمنعها من الغنى حفاظا على صوتها وطفولتها من الغناء وسط القهاوي والحانات والدخان. أما قصة إجبارها على شرب الخل علشان تفضل رفيعة وصغيرة وتقدر تستعطف المستمعين جوه القهاوي والحانات، كانت من أكثر القصص المنتشرة حوالين نجاة، واللي كان السبب في إنها تتخلص من جحيم والدها اللي كان بيحتكر أموالها بالكامل. والقصة الحقيقية إن نجاة كانت بتشرب الخل مش علشان تفضل رفيعة والكلام ده، ولكن كنوع من العلاج بسبب الكحة اللي كانت ملازماها بسبب إدمانها المبكر على شرب الشيشة مع والدها، واللي بسببه مكانتش بتقدر تغني بقوة أو بصوت عالي. وقدرت لما بقى عندها 15 سنة انها تبطل شرب الشيشة، وكمان الزمت والدها بانه يوقع على اتفاق تتخلص فيه من وصايته عليها وتنتقل الوصاية لاخوها عز الدين. نجاة الصغيرة تعد اصغر مطلقة بحكم قضائي من بين النجوم المصرية، فكانت متجوزة من كمال المنفي قبل ما تكمل 16 سنة، ولجأت للقضاء علشان تتطلق، واتطلقت بعد 4 سنين، وخلال جوازها ده خلفت ابنها وليد، وبعد كده اتجوزت من المخرج حسام الدين مصطفى، واتطلقت برضه بسرعة وتفرغت بعد كده للفن. بيتقال دايما ان نجاة مدينة بنجاحها لألحان ورعاية الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، ولكن الحقيقة انها ما اشتهرتش الا بغناء اغاني كوكب الشرق ام كلثوم، وفضلت لحد الخمسينات مشهورة باتقانها لاغنية خلو قلبي، واتقال وقتها ان بلاغ محمد عبد الوهاب ضد نجاة علشان يمنعها من الغنى ما كانش خوفا على مستقبلها، ولكن كان جزء من معركته مع كوكب الشرق، وما سمحلهاش عبد الوهاب انها تغني تاني لكوكب الشرق الا في السبعينات لما غنت لها دارت الايام من الحان محمد عبد الوهاب بعد ما كان غناها برضه لعندليب عبد الحليم حافظ. نجاة الصغيرة اعتزلت الغناء رسميا على خشبة المسرح سنة 2002، ولكن قرار اعتزال التمثيل بيعد عليه اكتر من 47 سنة لما قدمت فيلمها الاخير جفة الدموع مع النجم الشاب وقتها محمود ياسين سنة 1975. من سنة 65 بيتقال دايما ان نجاة هتقدم فيلم غنائي مشترك مع اختها السندريلا سعاد حسني، والحقيقة ان عدد كبير من المنتجين طرح الفكرة عليها، ولكنها كانت دايما بترفض الفكرة بالكامل علشان ما تحققش سعاد حسني مزيد من النجومية، وكمان تدخلت عند عدد كبير من المنتجين وصناع السينما لمحاولة منع سعاد حسني من الغناء في الافلام. والحقيقة بالرغم من اني بحب نجاة جدا الا اني ما بحبش فيها كرهها واعتراضها الدائم لاختها سعاد حسني. المهم سنة 1984 فكرت نجاة تاني في موضوع الفيلم وعرضت الفكرة على سعاد حسني اللي بقى أخيرا عندها فرصة الرفض وتنتهي فكرة الفيلم المشترك بين الأختين للأبد. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.